الحقيقة عندنا حالة إنسانية جدا، وهنا رجاء للأول للكابتن محمود الخطيب نجم الكبير ورئيس النادي الأهلي. أكلمكم على لعيبة يمكن جيلي أنا يعرفها تماما. السيدة الوحيدة اللي شفتها في حياتي بتلعب كل الألعاب في النادي، بتلعب ألعاب قوة رسمي باسم النادي الأهلي، بتلعب هاندبول باسم النادي الأهلي، بتلعب باسكت باسم النادي الأهلي، بتلعب طايرة باسم النادي الأهلي، وكانت متفوقة في كل الألعاب دي. كانت بتيجي لنا ملعب الكورة، وكابتننا الكبير ربنا يديله الصحة صلاح حسني، كانت بتلعب صلاح حسني جون مشترك. مش عايز أقول لكم هذه السيدة أو اللاعبة الكبيرة أوي أوي، مثلت مصر في كل حاجة. كابتن أمينة محمود أصيبت إصابة كبيرة جدا في فخدها، كسر وشرايح ومسامير، وهي الآن على الفراش يا أبو الكباتن. هي الآن على الفراش يا أبو الكباتن. هنا أتذكر بالخير، أتذكر بالخير يا أبو الكباتن، وأنا عارف إنك هتعمل ده وإنك أنت تعلم تماما من هي كابتن أمينة محمود. خلينا نروح للكابتن أمينة معايا على التليفون. كابتن أمينة مساء الخير. كابتن أمينة مساء الفل يا ست الكل، بعد إذنك وطي التلفزيون شوية، أنا عارف إنك بتتعامل لو معاكي حد أو ريموت يا ريت يعني توطي الصوت عشان في إيكو في الصوت. أيوة مع حضرتك يا كابتن مصطفى. كابتن أمينة ألف سلامة عليك، إيه اللي حصل؟ الله يسلمك. أنا كنت نازلة من الدرج، وقعت على الدرج، جالي كسر في مفصل الفخذ. سألت المستشفى الفنية، اتعمل لي شريحتين واربع مسامير. طبعا في المستشفى ما نايمونيش في المستشفى الا يوم واحد بس. وثاني يوم خرجت، طبعا خرجت البيت نايمه في البيت في الفراش، طبعا ما حدش يخدمني كويس، جبت ممرضه تخدمني على الاقل تنظفني تحميني، قالوا لي حمام طبعا مركبه قسطره. وقالوا لي ممنوع الحركه قبل يوم 2/9، ممنوع تحط رجلك الارض لمده شهر قبل يوم 2/9. انت عملت العمليه امتى يا كابتن امينه؟ انا عملت العمليه يوم 3/8 3/7 3/7. يا ده انت بالك اكتر من شهر. ده دخلت في الشهر الثاني اهو. وبعدين؟ بس وديني نايمه في الفراش، بحاول اكلم كابتن خطيب ما بيردش عليا، بحاول اكلم الناس المسؤوله عني وللاسف ما حدش بيرد. لا ان شاء الله حد هيبلغه، انت عارف هو الفتره دي مضغوط جدا في النادي. على فكره ما بيردش علينا برضو، يعني مش انت لوحدك عشان ما تزعليش. لا انا مش زعلانه يا لا انت لو الظروف عاديه مش هتزعلي، لكن عشان انت تعبانه لازم تزعلي، شيء طبيعي يعني. انا مصاريف علاجي في اليوم 1000 جنيه. تاكدي ان النادي الاهلي البيت اللي انت تربيتي فيه. انت لعبت كام لعبه في النادي الاهلي يا كابتن امين؟ عايزين نقول للناس مين امينه محمود. انا كنت صاحبه 10 ارقام عربيه وافريقيه العاب قوه. ايوه كنت احسن لعيبه في مصر في افريقيا سله ويد وطايره. ايوه ولعبت كره قدم كان بيجربنا كابتن مصطفى حسين، احنا اول فرقه تعمل فرقه بنات. كنت بتلعبي صلاح حسني جون، فاكره لما كنت بتلعبي صلاح حسني جون مشترك؟ بالظبط كنت بلعب صلاح كنت بشوف، وانتوا كنتوا بتلعبونا فرس 15 سنه حضرتك والخطيب ومصطفى وعبد العزيز بالظبط. وبعدين انا اول سيده اولمبيه في التاريخ ما شاء الله. انا لعبت في 72، اول سيده في التاريخ تلعب دوري اولمبي. ده عايز اقول التاريخ المصري والعربي والافريقي. طبعا ده انا حبيت اجيب الكابتن امين عشان تعرفوا الجيل الجديد يعرف مين هذه النجمه الكبيره اللي خدمت مصر على كل المستويات. كابتن امينه تاكدي ان النادي الاهلي مش هيسيبك. سياده الوزير اشرف صبحي، وانت عارفه الراجل اكاديمي وخريج تربيه رياضيه طبعا اكيد. لان حضرتك قبل ما تكسر بيوم كنت واقف عند نادي قدام، عند نادي يعني مستشفى الطب الرياضي. وهو ماشي بعربيته وقف لي. يا سلام. كويس وخدني معاه لغايه باب نادي الزهور. يا سلام. قلت له ان شاء الله التشكيل الاداري الجديد حضرتك هتبقى وزير. انا اول واحده بشرت ان هيبقى وزير. لا بس انا قبلك.
أنا قبلك يا كابتن أمين بشكرك شكرا جزيلا، وهنا نداء مرة أخرى للنادي الأهلي وكابتننا الكبير رئيس النادي الأهلي كابتن الخطيب، وهنا لازم يا جماعة أذكر بالخير، لازم هنا أذكر بالخير المهندس محمود طاهر، هذا الرجل الفاضل. كلمني ماهر همام الساعة 12 بالليل في يوم، قال لي حمدي جمعة بيعمل عملية ربنا يشفيه والظروف مش كويسة. في نفس الوقت كلمت المهندس محمود طاهر، اعتقد كان في انجلترا ساعتها، وقال لي خلي ماهر يعدي على النادي بكره. كلمت ماهر همام عدى على النادي من فلوسه الخاصه، ده له شيك ب 30,000 جنيه والحساب المستشفى كله على حسابه او على حساب النادي، انا مش فاكر عشان ما اقولش حاجه مش مظبوطه، هم دول ولاد النادي الاهلي. فرجاء ونداء لنجمنا الكبير، انا متاكد لما يسمع بس اسم امينه محمود، لان احنا عشنا احلى ايام عمرنا معاها، فرقه الهاندبول وفرقه السله ودكتوره وفاء يعني يعني نجوم مصر في كل الالعاب، عشنا احلى ايام عمرنا فيها. خليني اطلع فاصل وارجع لكم تاني نكمل اخبار نادينا الكبير ايضا نادي الزمالك.